صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 7 لسنه 2024 بنقل مدير الى المحافظه الشماليه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه جاء فيه المادة الأولى تنقل السيدة أمل عيسى داود بوجندل مدير إدارة نظم المعلومات في شؤون الجمارك في وزارة الداخلية لتكون مديرا لإدارة المعلومات والمتابعة في المحافظة الشمالية بذات الوزارة